تحية طيبة، صباح الخير لكل من استيقظ الآن ويتابع فينا في برنامج الشروق مورنينج، متواصلين معكم مشاهدينا لغاية 10 صباحا بعد ما تحدثنا في الصحة النفسية في الرياضة، الآن إلى الصحة وموضوع متعلق بعادات منتشرة في العالم لكن أيضا عند الجزائريين بكثرة، وهي عادة استعمال الهاتف الذكي قبل النوم في الغرف المظلمة. هذه الظاهرة التي يعاني منها الكثير من الجزائريين حتى الأطفال. هل استعمال الهاتف قبل النوم يمكن أن يؤذي العينين؟ هو السؤال اللي نطرحه على ضيفنا لنهار اليوم، الدكتور إبراهيم الخليل كامش، أخصائي في طب وجراحة العيون. صباح الخير دكتور، وشكرا على حضورك معنا. صباح النور وأشكركم على الاستضافة. الموضوع هو موضوع جد هام لأنه يمس بدرجة كبيرة فئة من المجتمع اللي هي فئة الأطفال والمراهقين كما راك قلت لنا مقبل، وممكن نجيب مباشرة. وحتى فئة الكبار، فقط دكتور نذكر تمام. المشاهدين 023 71 98 67، الرقم ظاهر أسفل الشاشة، تقدروا من خلاله تطرحوا أسئلتكم في هذا الموضوع على الدكتور إبراهيم الخليل. إذا دكتور نجاوبه مباشرة. طبعا يمثل هذا الشيء خطر كبير على صحة العيون. ممكن نبدأ بلغة الأرقام. 220 استعمال يومي، يعني بمعدل 10 استعمالات كل ساعة. إذا درنا عملية حسابية بسيطة، 6 ولا 7 ساعات كل 24 ساعة. هذا الشيء يمثل خطر إذا عرفنا أنه من المفروض أنه الاستعمال ما يفوتش ساعتين يوميا. إذا الشيء هذا كما قلت ممكن أنه يكون عنده أعراض، كل شيء لما يزيد عن الحد نتاعه راح ينقلب إلى الضد، وهذا الشيء راح يكون عنده تأثير مباشر على صحة العين بالدرجة الأولى، ولكن أيضا ممكن ما نشرح ندخل في التفاصيل، لكن أيضا على صحة الجهاز العصبي. حتى يعني الأرق والخلايا تاع المخ تتعب دكتور. حتما في كل بيت جزائري الآن، خصوصا الأمهات اللي عم يشاهدوا فينا، تقول لك دكتور أنا عندي بنتي والله الابن تاعي في الليل في الشومبرا تاعه يطفي كامل الضوء ويحكم يعني الهاتف تاعه كونيكتي، لاوي فيسبوك فيسبوك، اللي يشوف فيلم في الهاتف يشوف فيلم. هذه المرحلة بالتحديد مرحلة قبل النوم، يعني والمكان يكون مظلم والعينين تكون معرضة فقط لأشعة الهاتف، هل الأضرار تاعها تكون مضاعفة مقارنة مع بقية اليوم؟ أكيد من المفروض فوق الساعة 6 مساء ما يكونش أبدا استعمال للأجهزة الذكية مهما يكون السن. إذا أخذنا أرقام المنظمة العالمية للصحة وحتى نصائح الجمعية العالمية لطب الأطفال، من المفروض أن طفل أقل من 3 سنوات ما يستعملش إطلاقا هذه الأجهزة الذكية. لو كان تشوفوا لي زابليكاسيون اللي موجودين في الهواتف الذكيه دائما تشوفوا رقم زائد 3، لانه ببساطه من المفروض انه الاطفال ما يستعملوش نهائيا هذه الاجهزه قبل 3 سنوات. بعد 3 سنوات حتى مرحله المراهقه من المفروض انه الاستعمال ما يفوتش ساعه يوميا، وبعد سن المراهقه حتى سن 18 سنه من المفروض انه ما يفوتش ساعتين يوميا. نظن بلي رانا بعاد بزاف على هذو الارقام، وإذا عرفنا بلي هذه الأجهزة راهي تفرز ماهيش يعني سي با دي جادجيت، راهي تفرز إشعاعات تقدر تكون مضرة بصحة العيون، بالأخص الأشعة الزرقاء اللي هي أشعة طبيعية موجودة في الطيف نتاع الشمس، لكن كل حاجة تزيد على الحد نتاعها راح تنقلب إلى الضد نتاعها. هذه الأشعة كما قلت لك راهي مسؤولة على تنظيم الساعة البيولوجية لجسم الإنسان، رايحة تساعد على إفراز مادة تسمى مادة الميلاتونين. هذه مادة الميلاتونين تلعب دور مهم في تعديل الساعة البيولوجية ويعني تعديل ساعات النوم. الإنسان اللي راح يستعمل مباشرة هذه الأجهزة مباشرة قبل النوم يعني راح يصاب بأرق، بقلة تركيز، وأكيد ممكن راح تكون أضرار بليغة بالأخص عند الطفل. اليوم ما نشرح ممكن نتطرق لهذا الجانب، راح نتطرق أكثر إلى جانب طب العيون، وراح نشوفوا بلي الأخطار على العين الأكيد أكثر. والأمراض التي تصيب العين بسبب بهذا العادة السيئة. ربما نستقبل أول اتصال، الأخت نادية من العاصمة، صباح الخير. ألو ألو ألو، ألو، نعم الأخت نادية تفضلي. صباح الخير. صباح النور.
تفضلي سيدتي. تفضلي نادية. صباح الخير دكتور. صباح النور. صباح النور. عندي ابني 8 سنوات. نعم تفضلي. 8 سنوات. تفضلي سيدتي. ل ل ل عنده عينيه. ايوه انا نسمع فيك الاخت نادية من فضلك. نقصي للتلفزيون واستمعينا من الهاتف النقال. عندي ابني 8 سنوات، عنده عينيه فيها نقطه بيضاء في الدائره السوداء في المومو تاعه. دايره فيها نقطه بيضاء. وهو يستعمل البورتابل يلعب نعم يستعمل الهاتف، بصح هي من خلقته من هو صغير فيه هذه النقطه البيضاء. يعني تسألي إذا يقدر هذا الاستعمال يأثر على النقطة البيضاء؟ هي هو يشوف نورمال، يشوف يعني مش هو، بصح أنا أكي خايفة شوية، لكن الآن حتستمعي الإجابة الأخت نادية إن شاء الله. إن شاء الله. السؤال يعني في الصميم، هذه الأخت متخوفة على صحة عيون الابن تاعها. أنه هو عنده أصلا من قبل عنده نقطة بيضاء يعني في المومو تاعه. النقطة البيضاء ما عندهاش علاقة مع المشكل نتاع الهواتف الذكية، لكن بما أننا طرقنا للموضوع، كل طفل في هذه السن معرض للخطر من ناحية صحة العيون لو تعرض بصفة يعني دائمة لهذه الطابلات ولا الأجهزة الذكية بصفة عامة. من المفروض أنه الاستعمال ما يفوتش ساعتين يوميا في سن 8 سنوات، ويكون دائما تحت مراقبة ولي الأمر. هناك طريقة يعني معينة فانك حتى الاستعمال، وهذه ما تخصش فقط يعني الأطفال، لكن أيضا كما قلت الراشدين، من المفروض أنه ما يكونش استعمال بعد 6 مساء. من المفروض أيضا أننا ما نديروش الاستعمال والضوء نتاع الغرفة يكون خافت. من المفروض كل هذه الأجهزة لاد أو حتى أضواء أو جهاز كمبيوتر ولا حتى هذه التلفزيون يعني كل انواع اللاد اللي راح تنبعث منها هذه الاشعه الزرقاء ما تكونش في غرفه النوم. رانا نلاحظوا الصور، راكم تعرضوا في الصور، هي أسوأ طرق الاستعمال اللي ممكن تعرض العين للخطر. لانه يعني دكتور انا اقول لك يعني انا نديرها لانه ما تحلاش، خصوصا في الليل لازم تطفي كلش، الظلمه زيد في الدار في الغرفه، تحكم يعني التليفون تاعك. إذا ممكن مدلك نصائح وفي نفس الوقت راح نجاوب السيدة. قبل ما نمدوا نصائح وقبل ما نجاوب السيدة نادية، نزيدوا نستقبلوا الوناس من بومرداس. صباح الخير سي الوناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير. صباح النور. الأخ باش نهضر مع الدكتور. تفضل أو معك الدكتور. تفضل. صباح الخير دكتور. صباح النور. عندي العين تاعي أنا عندها 3 أيام نفخت لي شوية، بعد حكيتها. نعم حكيتها ما زالت نفخت. أيوة من بعد دركا شغل قيحت. رجعت لطبيب العيون ولا لا؟ ما رجعت البارح، الجمعة مغلوقين البارح. شوف اخي الكريم، يعني لهنا ما نقدرش نمد لك اجابه لاني ما فحصتكش، لكن ممكن نمد لك نصائح قبل ما تتجه للدكتور. يعني قم بغسل العين تاعك بسيروم، ياك السيروم من الافضل يكون بارد لانه على حسب ما فهمت سيتيون انفيكسيون، لكن ما لازمش تطول، لازم تروح لاستعجالات طب العيون، يعني الامر يقدر يتفاقم واذا ما تحسنتش غير بالسيروم. ما ليه كنت لك السيروم هذاك؟ نعم السيروم هذاك تاع القرعه الصغيره، وعطوا لي واحد البوماده الصغيره شغل. يعني شفت طبيب العيون؟ شفت في الديسبونسير، ماشي في الطبيب تاعه. ما راحش عند اخصائي يعني؟ لا لازم تروح عند اخصائي طبيب العيون. لماذا؟ لانه حتى يعني درت مليح غير رحت عند الطبيب العام اللي يمد لك الادويه الاوليه، لكن كاين اجهزه يعني اللي راح يفحصك بها طبيب العيون باش يشوف باللي ما كانش مثلا خطر على مستوى القرنيه او داخل العين، وانه فقط الانتان هذا ولا التعفن هذا سطحي. يعني لازم ترجع اجباريا الى طبيب العيون، ما لازمش تتاخر، بالاخص انه الحاله راهي طولت وراهي عندك 3 ايام وما نفعش الدواء الاولي.
ان شاء الله بالشفاء العاجل اخ الو الناس، ونصحكم انك اليوم تروح عند طبيب السبت اليوم من المفروض راهم حالين، حتى انه في اطباء اللي عاملين مناوبه. نعاود نوليو السؤال الاخت ناديه، النصائح اللي باش نقدموا لها، نصائح الطفل تاعها والكامل الاولياء. فيما يخص الاطفال، من المفروض انه الطفل ما يتعاملش مع هذه الاجهزه الذكيه وحده، لأنه راح يكون فيه خطر على صحة العين، لكن أيضا خطر من ناحية النفسية. يعني الطفل من المفروض أنه يتفاعل مع المحيط نتاعه. طفل اللي في عمره مثلا 8 سنوات، من المفروض أنه راهو يلعب، راهو يمارس نشاط رياضي، ولا راهو يلعب مع الأطفال في نفس السن. ولفات كي يكون يعني فقط مع على طابلت نتاعو، يقول لك ولي الأمر راني مهني عليه، يعني راهو موش يخرج، موش يدير مشاكل. لكن في الحقيقة العالم هذا عالم أوسع من عالم الخارجي، والطفل هذا ممكن أنه يتعرض لأخطار أكثر. يعني لازم تكون كاينة مراقبة من طرف ولي الأمر، هذا الشيء الأول. ثانيا فيما يخص طريقة الاستعمال، كما قلنا ممكن ببساطة أنه الإنسان ينقص الكونتراست نتاع جهاز الهاتف النقال نتاعه، يستعمل أجهزة ذكية تكون كبيرة، ومام لابوليس ديكريتور لازم تكون كبيرة كبيرة، وحتى المسافة، المسافة المفروض أنها تكون 50 سنتيمتر أو أكثر. يعني كيما أنت نشوفوا في الصور هذه، يعني على المخدة هذه، سوتو هذه الوضعية، لابوزيسيون هذه يعني داخل في العين الهاتف. نستقبل اتصال آخر من البوليدة. حبي عابد، صباح الخير. صباح النور، واش راكم لاباس؟ بخير صباح النور. الحمد لله راكم بخير، صحة لاباس. الحمد لله. سؤال عليك يا خويا. الله يهنيك الله يهنيك، واش راه الدكتور راه مليح؟ ها مليح دكتور، راه واجبكم في البوليدة، تقدر تروح تزوره وتسأل عليه. تفضل إذا عندك سؤال حبي. الله يهنيك، صباح الخير دكتور، واش راك دكتور؟ صباح النور، شكرا، مرحبا بناس البوليدة. الله يهنيك دكتور، واش راكم انتم ماكم بخير؟ رانا هايلين يا حبي، رانا ملاح، رانا رائعين، كي تكونوا انتم مليح رانا هايلين. تفضل بسؤالك. دكتور عندي طفل عنده عينه واحدة ناقصة على واحدة. نعم. عنده عينه. شحال العمر نتاعو؟ 6 سنين. 6 سنين. 6 سنوات. راهو يتابع عن طبيب العيون؟ ديتو يجوز عن طبيب العيون، ديتو. راك دير له التأهيل الوظيفي، لا ريدوكاسيون؟ بيان سور، يدير لا بوسمو، هذيك ممتاز. نغلق له عين على عين. ممتاز. نغلق له عين على عين. صادير دارنيير مو شفت مع المعطير تاعو، قال لك سي بوسيبل تقدر تعطي له يكتب، كي يكون يكتب هكذايا اكد له الباسمو، ديرها نهار كومبلي. دوكا شغل لي الطفل ما والفليش، ما ولفش الباسمو هذه، وليت نتلاقى صعوبات معاه شويه. ومن بعد ديتو، عاود ديتو للطبيب ثاني كيف قال لك دير له وحده بوحده. صافي كاين عين ما يشوفش بها ناقصه بزاف، وكاين اللي يشوف بها. صافي ندوبليو نهار بنهار نهار. شغل اللي تلاقيت صعوبات معاه بزاف، ويلعب لي بورطاب في الليل. راني نفس المشكل يعني. نفس المشكل راح نجاوبوا عليه اليوم. الان تسمع الإجابة الاخ حبي، ونشكره كثير على اتصالك معنا وبالشفاء العاجل لابنك. الله ربي يجازيكم ما شاء الله. الله يسلمك دكتور. ايضا في سؤال فيسبوك، سيده تقول الرجاء منكم توجيه نصيحه لزوجي اللي يتابع فيكم، لانه في كل مره شجار بسبب الايباد عند الطفل، لانه انا نقول له يضر بالعينين، لكن هو يقول لي خليه يعني عادي. بما اننا تطرقنا لقضيه الاطفال يعني بكثره، راح نمد لكم ارقام. قمنا بدراسه في مدارس البوليده، لان المتصل بما ان المتصل من البوليده، لبينت بلي ثلث الاطفال في المدارس يعانون من نقص البصر، واكثر من 50% الاولياء ما على بالهمش بلي عندهم نقص البصر، لا ميوبي. الرقم هذا يعني راه مترشح للارتفاع، لان لما نشوفوا بلد مثلا كاليابان، لو جابون، في ظرف يعني اون جينيراسيون الرقم ارتفع من 25% من الأطفال يعانون من نقص البصر إلى أكثر من 50%. الشيء هذا يرجع بالأكثر يعني للاستعمال المفرط لهذه الأجهزة الإلكترونية. لاميوبي تزيد كل ما كان الإنسان يستعمل حاجة دقيقة وتكون قريبة له بزاف. يعني الدماغ والعين راح توالف تشوف مليح القريب، وماش راح توالف تشوف البعيد. الشيء هذا طبعا رايح يأثر على صحة العين. ولاميوبي يعني الإنسان مثلا لو كان كانت لاميوبي نتاعو راح تكون صغيرة، راح تولي كبيرة، ولو كان ما كانش راح يكون ميوب، ممكن أنه يولي ميوب.
الشيء هذا رانا نلاحظوه بكثره عند فئه الاطفال يعني صغار في الوقت الحالي، يعني رانا نلاحظوا باللي الامر راهو يتفاقم تدريجيا. وما كانش غير المشكل نتاع الميوبي، كاين مشاكل اخرين وممكن لهنا المشكل هذا يخص حتى الراشدين، جفاف العيون. كاين بزاف الناس اللي يعانوا من اعراض الحساسيه، يقول لك عندي اون اليرجي اوكولير وراني دائما نروح عند الطبيب باستمرار وما كانش حلول ما كانش تحسن. في الحقيقه اغلب هذوم الحالات ماهمش حالات حساسيه، اغلب هذوم الحالات يرجعوا بالدرجه الاولى الى جفاف العيون. الانسان اللي راح يستعمل هذه الاجهزه الالكترونيه بكثره ماهوش راح يكون تطبيق جفون لو كلينيومون، وراح يحدث تبخر للغلاف الدمعي اللي يلعب دور مهم في الحفاظ على صحه العين. وهذه الاعراض كم لك تحدث عليها انا اللي نعاني منها دكتور؟ انت في الحقيقه السبب ماهوش فقط بسبب الاجهزه الالكترونيه، لكن ايضا هناك الاشعاعات المنبعثه الاكليراج يلعب دور مهم. ده بالفعل راح نستقبل اتصال اخر، ربما اخر اتصال. الاخ علي من اضرار، صباح الخير علي. صباح الخير استاذ عباس. مرحبا بك، لاباس بخير الحمد لله، تفضل علي. مرحبا. صباح الخير دكتور. صباح النور. كيفكم لاباس؟ لاباس الحمد لله. تفضل اخي الكريم. من ولايه اضرار ومنطقه الرجال الحدوديه. متشرفين بناس اضرار. نسقسي الدكتور بالنسبه الطفل اللي يوقع امام التلفاز، كم ممكن فقط رفع الصوت يعني ماناش علي ماناش نسمعوا فيك مليح، اذا يمكن نقص التلفزيون تاعك وسمعنا من الهاتف النقال باش نسمعوك احسن. اسمعني الان تسمعني؟ ده صوتك راهو مغموم شباب، اذا يمكن هنا في البلاطو نزيدوا شويه نرفعوا الصوت باش نقدروا نستمعوا لعلي. تفضل علي، وشنو هو السؤال تاعك ولا المشكل اللي تعاني منه؟ قلنا الطفل اللي يبقى امام التلفاز مده طويله تحلف. للاسف ما رانيش نسمع مليح، اذا يمكن شباب اعطوهوني في السماعه الخاصه. نعم. للاسف انقطعت المكالمه، منو انه علي يعاود يتصل بنا. دكتور احنا حكينا ربما على الاعراض اللي حتكون، لكن هذه الاعراض تكون على المدى القصير يعني جفاف العيون ومن بينها الاميوبي وغيرها، لكن الاعراض اللي تقدر تكون على المدى الطويل. الاعراض على المدى الطويل يعني هي نادره لكنها اكثر خطوره. نبداو بالعين. العين كاين الجهه الاماميه للعين وين تحدثنا على جفاف العين، لكن ايضا كاين الجهه الخلفيه، توجد منطقه جد حساسه تسمى الشبكيه، وبالاخص منطقه تسمى لطخه الصفراء لاماكيولا، هذه مسؤوله عن 90% من القدره البصريه للانسان. عند الناس المتقدمين في السن يعني ممكن تصاب باعتلال يسمى لا ديجينيريسونس ماكولير ليالاج، مرض خطير ومزمن. وهالاستعمال يعني المفرط لهذه الأجهزة، الأشعة ما فوق البنفسجية والأشعة الزرقاء ممكن أنه يسارع ويدير يعني أعراض أكثر خطورة في هذا المرض. هناك أيضا عند فئة الأطفال هناك أمراض نادرة، أمراض وراثية تسمى التهاب شبكي لاغيتينيت بيغمونتير. هذه لاغيتينيت بيغمونتير يعني المرض يتسارع يعني بكثور بكثرة عند الناس يعني اللي يتعرضوا لهذه الأشعة. اما فيما يخص يعني الجهاز العصبي، كما قلنا في الاول الاشعه الزرقاء يعني موجوده في الطبيعه، يعني موجوده بصفه عاديه وتلعب على العكس، تلعب دور مهم في تعديل الساعه البيولوجيه. لكن كي تزيد اكيد يعني ما المفروض انه الاشعه الزرقاء يتعرض لها الانسان بالاخص يعني في المرحله اليوميه، ما يتعرضش لها في المرحله الليليه. اذا تعرض لها في المرحله الليليه راح يكون كاين نقص في افراز ماده الميلاتونين، هذه ماده الميلاتونين تلعب دور مهم بما انها هي تعدل الساعه البيولوجيه، تسمح للانسان بالنوم وحتى تحافظ الانسان من امراض عديده كالسرطانات كاعراض الشيخوخه، يعني حتى ولو كان هذا الشيء ما كانش مثبت علميا، يعني كاين ناس داروا ابحاث حتى وهذه الابحاث يعني ماهيش مثبته 100%، وين كاين زياده في اعراض كالسمنه وايضا كالارهاق ونقص التركيز وحتى حالات يعني انهيار عصبي بسبب الاستعمال المفرط لهذه الاجهزه تماما قبل النوم. نعم، فيها ايضا سامي من العاصمه يقول التفرج يحلى في الظلمه طفي كلش، يعني اكيد هذه كامل المقوله تاع الجزائريين، يعني حتى اللي ما يستعملش الهاتف النقال حتى لما يكون يشاهد فيلم في التلفاز يعني يطفي كلش ويقابل اليوم
الناس مع أجهزة البلازما والشاشات الكبيرة، يعني هل حتى التلفزيون يقدر يأثر لما يكون يعني في غرفة مظلمة؟ أكيد، يعني كل ما يخص أجهزة اللاد يعني كاين خدعة بصرية، يعني هذه الأجهزة راح يعني باش يزيدوا نسبة البياض لا بلونشور، لو بلون بارفي نيكزيست با، واش يديروا؟ يزيدوا يعني كمية الأشعة الزرقاء المنبعثة، الأبيض يا إما يكون مائل للصفار يا إما يكون مائل يعني الزروقية، يعني كل ما كان لون أزرق أكثر كل ما كان يعني الدماغ يظن باللي الأبيض هذاك أكثر يعني نصحة. الشيء هذا طبعا ماهوش يعني خطر في حد ذاته، لكن الخطر وقتاش يكون؟ لما الإنسان يتعرض يعني بأكثر لهذه الأشعة. يعني تخيل يعني في الفترة يعني وين من المفروض أنه الإنسان يخلد إلى النوم، يعني من المفروض أنه الغرفة يعني الضوء مطفي، ما كانش جهاز تلفزيون، ما كان حتى ديزيكسيتون اكستيريور، هو هذاك الوقت اللي راح يزيد يتعرض أكثر لهذه الأشعة. أغلبية هذو من الناس غدوة من ذاك يعني يصبح يقول لك ما رقدت 8 سوايع ولا 10 سوايع وراني نحس روحي عيان، ما رقدتش مليح. هذا الشيء يلعب دور مهم يعني في لو رينوفالمون تاع الجسم تاع بني ادم. ربما نستقبلوا اخر اتصال. نبيل من المسيله، صباح الخير نبيل. صباح الخير اخ لاباس. صباح النور. تفضل نبيل. الحمد لله. نطرح سؤال على الدكتور برك. تفضل. يجي فضلك. عندي انا العينين تاعي كيما نقولوا يعني بالعاميه بانا فهموا، عندي العينين تاعي اللون تاعهم كيما نقولوا بني، ولكن في الصيف كيما نقولوا عندي واحد الحاله نادره كيما نقولوا هكذا تولي يوليو كما ما يبقاوش بني، يوليو كما نقولوا في واحد الحراره بزاف تولي اللون تاعهم يتغير، ما يوليش ما يبقاش بني، يوليو خضوره. يعني حبيت نشخصي على الحاله هذه برك. راح نجاوبوك، راح نجاوبوك. ربما عنده العينين تاعو كات سيزون يعني اللي طبعا العينين تاعك يعني هي ماهيش حاله نادره كثيره. الحاله هذه نادره في العالم لكنها منتشره في منطقه المغرب العربي، ويعني حاجه شابه بزاف. يعني العين تاعك اللون تاعها يتغير حسب يعني الفصل وحسب يعني درجه يعني تعرض يعني لاشعه الشمس، وهذا ما عنده حتى علاقه يعني بالقدره البصريه نتاعك، على العكس يعني حاجه مليحه اللي راهي عندك. عندك اوبسيون نبيل، ربما قطعت المكالمة، ربما باش يزيد يطمئن أكثر، يزيد يزور. طبعا لازم يزور، ربما هذا التحول يعني تلفق آلام الله، لازم يشوف الأخصائي. أكيد دكتور، باختصار فقط في الختام لأنه ما بقناش الوقت بزاف، هل ارتداء النظارات أثناء استعمال هواتف النقالة يعني يقدر يخفف هذه الأشعة الزرقاء؟ تحدثنا عن الوقاية، دوكا راح نتحدثوا على العلاج. الناس اللي عندهم اعراض يعني متعلقه بالمشاكل هذه تاع الاستعمال المفرط للاجهزه الالكترونيه، يعني من المفروض انهم يزوروا الطبيب بصفه دوريه. الطبيب راح يمد لهم بالنسبه لجفاف العين راح يمد لهم مرطبات عيون لي سوبستيتيو لاكريمول، ينقصوا ملوحه تاع يعني الغشاء الدمعي، وفي نفس الوقت راح يمد لهم يعني نظارات، هذه النظارات خاصه يعني فيها غشاء يسمى لو فيلتر اونتي بلو اللي راح ينقص يعني من درجه تعرض العين لهذه الاشعاعات. لكن طبعا الوقايه دائما تبقى خير من العلاج، ومن المفروض انه الانسان يعني يحترم النصائح اللي قلناهم. نشكرك كثير دكتور ابراهيم خليل كامش. في مشاهده تسال وين عيادتك؟ هي العياده تاعك جايه في منطقة باب السبت بولاية البوليدة. شكرا جزيلا على كل هذه النصائح. شكرا. ان شاء الله نكون انا استفدت.